اسوي زي كذا؟ انا لي ولد سعودي عندهم، يعني خافوا على طفلي. طيب اقول لا، يخافوا على ولدي بكره حيكبر. تصدر هاشتاج اروى عمر الى تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، لانها نشرت فيديو على سناب شات تظهر فيه عشبة القات واللي صنفت عالميا على انها مخدر. وبدأ الجمهور ينتقد الفيديو ويوجه اتهامات لأروى بأنها تروج للمخدرات، خصوصاً أن عندها الكثير من المتابعين، ولكن هي نزلت الفيديو وما اهتمت للنتائج. طلعت وادعت ان هي مش في السعودية، وان ما حد له دخل، لان سياسة البلد اللي هي فيه واللي هو اليمن يسمح بهالعشبة ومش ممنوع. اول شيء حبيت اموتكم بغيظكم عشان انتوا ناس هشالين، طيب حقين تويتر اللي منشنين ومنشنين ومنشنين. على فكرة انا سافرت اليمن، تمام، اتمنشنوا النيابة العامة حق اليمن عشان يشيلوني، ولا تمنشنوا مكافحة المخدرات حق اليمن عشان يشيلوني. في اليمن، في اليمن مسموح، في اليمن مسموح. كيف النيابة العامة تشيلني وفي اليمن مسموح؟ الحين بحط لكم فلتر عدن. الستوري اللي نشرتها كان لها ضجة كبيرة جدا بالسوشيال ميديا، لأن الناس اعتبروا إنها أساءت للدولة والحكومة السعودية، وهالشي خلاهم يستدعوا أختها لتطلع بعد شوي من نشرها للفيديو وتدعي إنها تم تهكير حساب أختها، وإنهم جالسين ينشرون لها صور غير لائقة من المحادثات بينهم. تمام، أخذوا حساب أختي إلهام، حساب أختي إلهام بيني وبينها صور، أنا لي صور وأنا عريانة، لي صور وأنا لابسة قصير، لي صور، مولد الدرجة إنهم ينزلوا مقاطع لي، مولد الدرجة. يعني وفين يعني الحكومة السعودية بتسوي زي كذا؟ أنا لي ولد سعودي عندهم، يعني خافوا على طفلي. طيب أقول لا، يخافوا على ولدي بكرة حيكبر. ليه؟ أنا إيش سويت؟ والصور والفيديوهات اللي نشرت لها على تويتر صارت ترند، مما سبب بانهيار أروى عمر، وطلعت بستوريز تناشد وتقول ان هي ما سبت الدولة ولا حكت اي شيء يسيء لهم. انا لا اسيت للدولة ولا سبيت ولا تكلمت، ممكن غلطتي الوحيدة اني انا صورت باليمن وما حطيت فلتر اليمن، بس هل يعقل انه يدخل حساب أختي وينشروا لي صور، يعني صور لا ترضي ربنا ولا رسوله؟ يعني دولة إسلامية فيها قانون صارم، ولي العهد الله يحفظه ما يرضى بأي ظلم زي كذا. وأنا أطلب من الجهات الأمنية والجهات الحكومية إنها تشوف الشيء هذا. أنا لا سويت جريمة، لا سويت، يعني ما عندي قضايا، ما عندي أي شيء، وطلعت عادي اليمن، فين المشكلة؟ وردة فعل الناس كانت جدا عنيفة، خصوصا انها بالنسبة لهم اساءت للسعودية، وانها تعمل هالاشياء كلها عشان تسوي نفسها ضحية.